هذا منظر رايع من المناظر الخلابة الجميلة لنهر مهاولي، أطول نهر في سريلانكا. هذه القطعة النهرية تقع في مدينة بولغولا بين المدن مدولا وكاتغاستوتا وكاندي. كما تعرفون مدينة كاندي من المدن السياحية الكبيرة الجميلة البارزة. كاندي من العواصم القديمة لجزيرة سريلانكا. وهناك جسر كبير يرى من بعيد، وراء هذا الجسر النهر واسع ولكن عمقه قليل، وفيها يعني وفي هذه المياه أسماك نهرية وتنزل الطائرة القادمة من كولومبو، ويقولون الطائرة البحرية يعني تأتي الطائرة من كولومبو وتنزل على هذا النهر، وهذا هو المكان الوحيد الذي يستعمل لنزول الطائرات البحرية. لا يوجد مكان آخر حاليا، يعني عام 2014 لا يوجد مكان آخر في سريلانكا ينزل فيه الطائرة القادمة من كولومبو على النهر. والنهر عميق جدا في هذا المكان، وفي لفتي هذا النهر يوجد أراضي للبيع، يمكن شراء الفنادق والمنازل، كما يمكن شراء القطع الأرضية لإنشاء الفنادق الجميلة المطلة على هذا النهر، وكذلك يمكن بناء محلات تجارية والمنازل. ويأتي إلى هذا النهر السائحون من جميع أنحاء العالم، وهذا نهر بارز في سريلانكا، أحد المعالم السياحية الجميلة.